الوقفة الاحتجاجية كتجي الدفاع عن الحق النقابي بالدرجة الأولى، لأنه الإخوان مجرد ما أسوا مكتب نقابي تم طرد أعضاء المكتب النقابي معهم مجموعة ديال العمال اللي وصلت حاليا أنه 22 عامل وعاملة بما فيهم أعضاء المكتب النقابي. هذا إلى جانب احتجاجهم على هضم مجموعة من الحقوق اللي كتخول عليهم مدونة الشغل والشركة هضمها، فالعمال أنه بعد يأس لأنه نفد الصبر ديالهم أنه مدة طويلة ما كيطالبوا بهذه الحقوق، ولكن الشركة كانت كتجاهل المطالب ديالهم وتعودات على استغلال العمال، الشيء اللي جعل العمال أنه يلتجئوا لحقهم الدستوري ويأسوا نقابة للدفاع عن الحقوق ديالهم، ولكن مع الأسف أنه الشركة ما باغياش العمل النقابي لأنه هي السبيل الوحيد للدفاع عن العمال على هذا، فطردت مجموعة ديال العمال. فهذه الوقفة كتجي في إطار سلسلة من المبادرات النضالية اللي واخدينها العمال، والنضال ديال الإخوان مستمر إلى أن يتحقق نصرهم. انا واحد من هاد الناس العمال ديال هاد الشركه ديال كورا رواش، 22 عامل وعامله اللي مطرودين للشارع. حنا نضنا اسسنا واحد المكتب نقابي باش نهضروا على المتطلبات والقوانين ديالنا اللي ما عندناش في هاد الشركه. اونفوا اخويا نضنا اسسنا المكتب النقابي باش نطالبوا بالحقوق ديالنا والقوانين ديالنا اللي ما عندناش في هاد الشركه. تعرضنا للطرد التعسفي من طرف اداره الشركه، وزيد عليها تلفيق التوهام، تعرضوا فينا واحد ثلاثه الاخوان للشزن للحبس، وتعرض فينا واحد العامل للدهس من طرف الشيفور ديال العامل ديال الشركه بطرف السياره ديال الشركه اللي تعرض من وراها اصابات خفيفه واصابات بالغه على اساس ضربوا بالطوموبيله ديال الشركه. هذا شيفور هزوه على اثرها سياره الاسعاف للمستشفى، وحنا اخويا كنطالبوا بالمتطلبات ديالنا وبالحقوق ديالنا. حنا دابا 3 شهور وحنا في الشارع ولا من يحرك ساكنا، كنطالبوا بالحق ديالنا وكنطالبوا بالقوانين ديالنا اللي ما غنتنازلوش عليها. بالله هاد الناس تعداو علينا وتعداو علينا فوق القياس، بحال حنا الحمد لله كاينين في دوله ديال الحق والقانون. حنا 3 شهور الى حساب ديالنا لا تعويضات عن السنه الاضافيه، الى كونجي ديالنا والسويع ديالنا، تعرضنا بزاف ديال المتضايقات. حنا اليوم في هذه الوقفه الاحتجاجيه ما امام شركه كولورواش مع الاخوان تاعنا اللي كيتعرضوا للطرد والاضطهاد لا لشيء فقط لممارسه عملهم النقابي الحر الشريف، رغم ان النقابه حق دستوري كيخولوا لنا الدستور. حنا كنا قلنا نعم على الدستور ديال 2011، كنتفاجئوا بالباترونا كلهم كيحاربوا هذا العمل النقابي الشريف، وحنا اليوم جينا قدام الشركه باش نحملوا المسؤوليه ديال هذا الشيء اللي غيوقع مع هاد العمال، لاننا اليوم جينا باش نرفعوا الصوت تاعنا باش يتحيد على هاد العمال الحيف لا لشيء فقط، لانهم كيطلبوا المسائل اللي كتخول لهم مدونات الشغل.